دراجة حط كرة، جوزيف نيانغ يحط الكرة ممتازة، تصديق الهدف. الدراوي يسجل بقذيفه الاهداف، السيناريو الامثل في الوقت الافضل للترجي الافضل في بدايه موقعه المنزه من اجل دور الاربعه للبيك فور يا ترجي. هنا الفرحه وهنا الصواريخ وهنا العشر الاف من مجانين الترجي الرياضي التونسي، وبخلافهم ملايين ينتظرون يدعون في التلاوات يسترسلون في كورة تمشي من بيكاسو، يقرب أسامة، يسرع يحط جوزيف، يخدمها مليح، يحضرها مليح للقادم من الوراء، يضرب للأمام ليفتح الترجي شريط الأهداف. هذه معطيات، هذه مؤشرات، وهنا الثاني الأهداف في الهدف الثاني. ولا أروع يا جوزيف ولا أروع يا نيانغ، هذا اللي قلناه، الترجي سيبدع في ليلة هدف آخر يا نيانغ. جوزيف ولا أروع على الطاير، وعلى الطاير يا جوزيف ليطير بعقول المكشخين والمكشخات الى قلب نوفمبر وديسمبر. نوفمبر فيه نهائي الشامبيونز، وديسمبر فيه معارك الوورد كاب. اين البارسا تنتظر يا كامروني؟ هدفين لصفر في 19 دقيقه. نرجع من غير غرور كما قلت، الشوط الاول تتحسم فيه المباراه. هذا المنطق، هذا المعطى، هذا الموجود، وهنا الهدف الموجود المنشور. ولا أروع يسرح ساقه اليسار يعمر الرجل اليسرى وقذيفه في مرمى سفيان عزدين للثاني الاهداف للترجي الرياضي التونسي. دراجي اسامه دراجي يحط كره ممتاز، جوزيف، جوزيف نيانغ، جوزيف يصدر، والهدف الثالث من الكاميروني، الهدف الثالث يا كاميروني، الهدف الثالث من التنك. لا تظلموه، لا تذبحوه، مازال عنده ما يوري الكاميروني. جوزيف نيانغ ثلاثية للترجي الرياضي في الشوط الأول، مباراة منتهية في الشوط، والثالث أهداف نيانغ في دورة ترقيق في خمسة مباريات، ثلاث أهداف لحد الآن، حصيلة معقولة مقبولة من الكامروني جوزيف نيانغ اللي حاول يعوض لاعب في قلوب الترجيين اسمه مايكل، كنيته الدبابة ولقبه الرامو. هدف ثالث بلمحة فنية، الترجي في شوط الامتياز، في شوط رائع، وسط ظهور من الدفاع الجزائري، وسط توهان من دفاع العاصميين للمولودية، والثالث الأهداف بلقطة فنية. شوف الكنترول حتى قدامه، بات عليه شوية، يعدل بدنه ويدور ويلف ويسجل الجول الثالث، الهدف الثالث، البونتو الثالث للترجي الرياضي التونسي. ثلاثة زين الدين بن سالم، بينما هنا كرة خطيرة، يمشي جوزيف نيانغ، الهاتريك من الكاميروني، الهاتريك من الكاميروني، ليلة الكاميروني، يوم الكاميروني، ساعة الكاميروني، جول جول جول، جولاسو من جوزيف نيانغ، هاتريك من اللاعب الكاميروني، جوزيف نيانغ في مرمى المولودية، ويسجل بالمناسبة رابع هدف، هدف في مرمى الأهلي، وهاتريك في مرمى نفسي الشناوة. 4-0 للترجي الرياضي، 4-0 للترجي الرياضي التونسي، الإيقاع متميز جدا من هجوم الترجي. هذه هي كرة القدم الواقعية والنجاعة، غابت في ماتش الوداد رغم الفرص اللي ضيعها الترجي، اليوم النجاعة كانت تقريبا 100%، 4-5 فرص تحطوا في الشبكة، وهذه هي